بدن حينما أدرك أن مفتاح الحرية الحقيقي هو كسر حاجز الخوف. حينما صار لدينا جيل في القاهرة، جيل في صنعاء، جيل في دمشق وحلب وحمص واللاذقية وضلع وأبو كمال وفي صنعاء والحديبية والحديدة وتعز وعدن، جيل في طرابلس في بني غازي في أجدبية في الزاوية، يدرك أن المفتاح الحقيقي لحريته هو كسر حاجز الخوف، أنه لم يعد يأمن، صار قادرا على أن يقول للطغاة والمجرمين الظالمين: لم تعد تخيفنا جيوشكم، لم تعد تهددنا أسلحتكم، لم تعد تخيفنا معتقلاتكم. صار هذا الجيل قادر على أن يقتل الرصاص بصدوره العالية. صار هذا الجيل، صار هذا الجيل ينام في جنازير الدبابات وكأنها لعب أطفال، وينظر إلى الطائرات ويتعلم فوق رأسه ما لم تعد تخيفه ولم تعد توقف حركته. من ثم بدأنا المشوار الحقيقي لحرية حقيقية وتحرر حقيقي واستقلال حقيقي وانتهاء احتلال حقيقي. كنت أسافر إلى دمشق في السنوات الماضية ندعى تحت عنوان دعم المقاومة العربية وتحرير الجولان، فأنظر إلى الشباب وهو يهتف هتافا لا يمكن أن يكون من وراءه تحرر ولا إنهاء احتلال، حينما يهتف وكأنه صار عبيدا: الله، سوريا بشار وبس، انتهى هذا الزمان بفضل الشهداء وبفضل المناضلين لتهتف عواصمنا جميعا: الله، سوريا حرية وبس. جميعا إن شاء الله.
قريبا سوريا مصر